السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. في مجتمعنا وزي اي مجتمع تعيش شخصيات مختلفة، كل شخصية تعيش نمط حياة مختلف تماما عن الاخر. في هالبرنامج عشت معكم خمس شخصيات في هالمجتمع، واليوم يومكم معي كامل نظافة. في صباح السبت وبالتحديد الساعة 2:30 الفجر، قمت من النوم أنا و 7500 عامل مسؤولين عن نظافة مدينة الرياض. شعور غريب جدا لما أنت تكون متعود تنام بغرفة لحالك، بعدين تنام مع 17 شخص غيرك. ثلاثين دقيقة هي المدة اللي يجهز فيها عامل النظافة نفسه ويتوجه للسيارة. في هالثلاثين دقيقة يروح عامل النظافة لدورة المياه، يغسل وجهه أو يتوضأ للفجر، يلبس الزي الرسمي وياخذ فطورة ويتوجه للسيارة. الانطلاق من المقر للمناطق يكون الساعة 3 بالضبط. في هاللحظات استغربت من انضباط عمال النظافة ودقة التوقيت عندهم. كل شخص رتب سريره ولبس لبسه وتنظف وأخذ فطورة وتوجه للسيارة في أقل من نص ساعة. التوجه لمنطقة التنظيف كان بصراحة ممل، ما حد سولف معي، والكل ما زال يتوقع أني مراقب. وصلنا للمنطقة في ثلث ساعة تقريبا. كل عامل يغطي من 2 إلى 3 كيلو خلال 9 ساعات تنظيف وتكنيس إلى الساعة 12 بالظهر، وبدأ المشوار. في خلال ساعة كاملة قدرت أنظف 50 متر بس. إبزو هذا اسم العامل اللي كان معي، غطى تقريبا 300 متر. لا، وفوق هذا ساعدني في 50 متر حقتي بعد. عمال النظافة يواجهون بشكل عام مشاكل كثيرة غير درجة الحرارة العالية. أحيانا ينضربون، وأحيانا تنسرق فلوسهم، وفي الغالب يمرون عليهم أشخاص يطنزون عليهم. في بداية اليوم بيني وبينكم كنت ناوي أكمل تجربة 9 ساعات تنظيف وتكنيس زي أي عامل نظافة، بس يوم جت الساعة 7 قررت أخذ لي بريك فطور مع المصورين. حر مو معقول أبدا وشغل ما يخلص. فراس، هلا والله. الساعة كم الحين؟ الساعة 5:50 دقيقة. المفروض انك تكنس الحين. صح، بس اني تعبت، قررت اخذ فترة راحة واروح افطر معكم. اوكي، نفطر الحين الين تخلص فترة الراحة وتبدأ فترة الراحة حقت العمال، واروح ارتاح معهم ونفطر مع العمال، بعدين يا رب تكون بعد فترة راحة من الراحة الطويلة دي. البريك بصراحة امتد إلى 8:30 اللي هي بداية بريك الفطور للعمال، وراح تفطر معهم. يوم جينا نفطر مع العمال أصر إبزو إلا وإلا يفطرنا على حسابه، وللمعلومية إبزو راتبه ما يكفي تسدد فيه فاتورة جوالك. أنا بهاللحظة انصدمت بأخلاقه وبكرمه. أنا وإبزو والعامل الثالث كلنا أعمارنا 25 سنة، بس واحد منا يشتغل 5 أيام بالأسبوع وتحت المكيف، والباقي 9 ساعات يوميا تحت الشمس. وحنا بالطريق كنت أسأل العمال، تجيكم مضايقات؟ قالوا لي أحيانا في ناس تستهبل عليهم، وأحيانا في ناس تضربهم، وأحيانا وهذا الشيء نادر بس يصير إنه في ناس تسرق منهم الفلوس. أنا صار لي موقف من هالمواقف، شوفوا إيش صار. العمال اللي معي قعدوا يضحكون، يقولون هالحركات تصير لهم دائم. رجعنا الساعة 12 للسكن. بالطريق بدوا العمال يأخذون راحتهم معي أكثر، ويسولفون لي عن يومياتهم،
اللي يشوفهم من برا السيارة يشوف عمالة لعبة الشمس بوجيههم كله عشان راتب يحول نهاية الشهر، بس اللي يجلس معهم بيكتشف أرواحهم وأخلاقهم الجميلة. في المقر لاحظت شيء جميل جدا، كل عمال النظافة وبلا استثناء حريصين جدا على نظافتهم. أول ما وصلنا كلهم راحوا يتروشون، وبعدها كل شخص فيهم لبس لبس نظيف، واللي مرة مرة استغربته إنه أكثر من شخص كان يستخدم كريم الجسم. وحنا للأسف نعتقد إن عامل النظافة شخص غير نظيف لمجرد إن عامل نظافة. نهاية يوم معاهم كانت بوجبة الغداء، عبارة عن دجاج حار وشوربة عدس ورز أبيض من غير ملح. طبعا أنت عليك وزنية الملح عشان اللي عنده ضغط ما ينحرم من الرز. تغدينا وانتهينا وشكرناهم على الغداء.